الله يرحمها الشيخة فاضلة الدزيرية، كنت محبة وكنت نتبعها بزاف، وكانت تعجبني كي تأدي رشيق القد هذاك الوقت. صح ابا خديت عليها رشيق القد وي، يعني زميلي بالقاسم يجيب الميكروفون وأديتها بالتأكيد. أديتها فضلي أكابيلا مقطع فيه هذه فكرتوني بالصغر. تقول رشيق القد يا ما حلا ظريف الشكل تملكني سماح يا عين سماح يا عين منك يا عين شبكتيني. الله عليك، برافو برافو.